اما في بلادك يعني مبلغ يعني بسيط رمزي ما يعني قديش بتتعدى يعني ممكن ما يتعداش حاجه ال 500 الف دينار يعني وانت داخل بلادك. ومع هذا ان يعني زي جبال اكاكوس يعني حاجه اثريه يعني موجوده في كتب مش حتى يعني شيء عادي موجود في كتب وتاريخ، فالاولى ان احنا نمشي نشوفوها بعيوننا ونزورها. أكثر من 300 آلية متحركات دفع رباعي، 320 منكم بالتحديد أو 330، لكن نبي نقولوا 300. مدة الرحلة من 10 إلى 14 يوم، يعني على الظروف، مرات في عطل، مرات في حاجة، مرات في كذا. لم الشمل للتقارب اللي الان مشارك الان في الرحله الرابعه مشاركين من كل انحاء ليبيا، يعني من كل مدن ليبيا، من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب، كل المدن والقرى والارياف مشاركين معنا.